كشف تقرير نشرته شبكة سكاي نيوز أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيوقع في يوم تنصيبه الأول أوامر تنفيذية تتعلق بقرارات أصدرها سلفه المنتهية ولايته دونالد ترامب، بالإضافة إلى أوامر أخرى تهدف للتصدي لجائحة كورونا وتدهور الاقتصاد الأمريكي، فسيسعى في الأيام الأولى من الحكم لتغيير العشرات من القرارات التي اتخذها سلفه. ويعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن توقيع عشرات الأوامر التنفيذية وإحالة مشروعات قوانين كاسحة إلى الكونغرس بهدف العدول عن بعض السياسات التي تحمل توقيع الرئيس السابق دونالد ترامب. ووفقاً للتقرير، فإن 12 أمراً تنفيذياً ستوقع، ومنها أمر تنفيذي يعيد الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، على عكس توجه سلفه وهي الخطوة التي وعد بها مراراً خلال حملاته الانتخابية، وإعادة فرض قيود على التلوث الناجم عن غاز الميثان في عمليات النفط والغاز الجديدة والقائمة بعد أن ألغاها ترامب. كما سيوقع الرئيس الجديد على إلغاء قرار حظر دخول مواطني عشرات الدول الأراضي الأمريكية الذي وقعه سلفه ترامب، والذي أثار جدلاً واسعاً، وإصدار أمر بإجراء مراجعة فورية لحالة وضع الحماية المؤقت للمستضعفين الذين لا يجدون الأمان في بلدانهم التي يمزقها العنف أو الكوارث. ومن القرارات المهمة التي ستتخذ أيضاً إصدار تعليمات بلم شمل الأطفال الذين فصلوا عن أسرهم على الحدود الجنوبية مع المكسيك. وسيوقع بايدن على قرار تنفيذي بإلزام ارتداء الكمامات في المؤسسات الفيدرالية وعلى متن وسائل النقل بين الولايات، وهو ما امتنع ترامب في السابق عن فعله. كما يعتزم بايدن تسريع حملة التلقيح ضد وباء كورونا المتعثرة في بلاده. وكان بايدن كشف النقاب في وقت سابق هذا الأسبوع عن خطة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 1.9 تريليون دولار عبر تقديمات مالية وغيرها من المساعدات.